سلامات بيتدين ليتزين، مثل كنت اسمعه من امي كل ما اطلب طلب فوق الميزانيه. تلحقوا بمثل تاني عقد بساطك مد جريك. قديه في ناس تتدين لتتزين؟ كم امراه مستعده تخرب بيتها وتنكت حياه زوجها كرمال تكسب رضا المجتمع وتكون محط انظار؟ كم صبيه عم تدخل بعلاقات غلط كرمال الماركة والسفرة والجزدان؟ كم رجال مستعد يقص سيارة ما معه حقها ويدخن سيجار كوبي فوق إمكانيته ليقولوا عنه خواجة؟ البذخ اللي منشوفه على إنستغرام منه دايما حقيقة. ثلاث أرباع بذخ المشاهير هو إعلانات. سألوني، هيدا شغلنا. الحياة أجمل كل ما لامست الواقع، كل ما كنا منشبه حالنا. قديه منرتاح لما نعيش على قد ما منقدر. اللي بيعمل لك قيمة حسب سيارتك أو تليفونك وتيابك ما بيستحق يقيمك. العقول الفارغة هي اللي بتحكم على المظاهر. معك فلوس تهنى وعيش، أما اللي ما معوش ما يلزموش. قولوا الله.